بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من هذه الربوع الطيبة المباركة الإيمانية من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا اليوم يوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة لعام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للسابع عشر من شهر آب أغسطس لعام 2020 ميلادية. اليوم أو ربما بالأمس انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه تم فرش السجاد، وهذه بشرة خير بإذن الله تعالى وعودة للحياة الطبيعية. نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اليوم أتيت حتى أتأكد من هذا الموضوع، ورأيت أن المسجد النبوي الشريف خالي من الفرش، لا يزال خاليا من الفرش، فربما ظنيت أن المعلومة أو الصورة التي انتشرت هي صورة قديمة، لكن بعدما سألت أكثر من عامل هنا في المسجد النبوي الشريف أكد لي أنهم يهيئون الفرش وعلى مبدأ التباعد الموجود في جميع مساجد المملكة، يعني نفس النظام الآن التباعد هذا الآن يحاولون وضعه على السجاد، بحيث أنه يرجع السجاد مرة أخرى ويكون السجاد خلال يومين جاهز وموجود في المسجد النبوي الشريف. يعني قيل لي أنه يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون المسجد النبوي الشريف يعني على غير الحالة التي هو عليها الآن، يعني من غير السجاد سيكون بسجاد. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه يعني بشرى خير، وهذا مع تراجع نسب الإصابات وارتفاع نسب الشفاء، والحمد لله هذه كلها بشائر خير ورحمة وفضل من الله عز وجل، ونتمنى أن يتمم الله علينا ويزيل هذا الوباء عاجل غير آجل. وبالنسبة للإخوة الذين يسألون عن الحرم القديم وخصوصا الروضة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الحرم القديم مقفل مثل ما شايفين، هذا السياج بالكامل مغلق، لا تستطيع الدخول إلى الحرم القديم. فقط الآن لو تلاحظون من خلال الصلوات المفروضة، الإمام فقط هو من يصلي في الحرم القديم، وتحديدا في موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، داخل الروضة الشريفة، وأيضا بعض العاملين يصلون خلف الإمام، إمام المسجد النبوي الشريف. أحببنا أن نلقي الضوء لكي تكونوا على بينة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويا خير خلق الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبهذا أكون قد انتهيت من هذه التغطية، وفقنا الله إياكم لكل خير وصرف عنا وعنكم كل شر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.